الموجودة في السودان عامة، تهيادنا للشرفاء منهم، والقبائل الأفريقية تهيادنا للشرفاء منهم. الدعم السريع دعم سريع عنصري، بيتكلم عن مشروع ما بيشبه السودان، بيقتل بتطهير عرقي، الكلام ده كل الناس شايفينه. والآن الانتصارات بتاعت القوات المسلحة وانتصار الشعب السوداني، الكلام ده واجع الناس. التقدم بتاع الجيش في كل المحاور، يجب أنه يا جماعة كلنا نقف وقفة رجل واحد خلف جيشنا وخلف حركاتنا كشباب وشيبة، نساند القوات المسلحة في الوقت الراهن ده أكثر من الأول. والتحية والاحترام لكل من تدافق ووقف مع القوات المسلحة. يا سلطة الرابع، وقت ما تجي أفتح المايك أنا بعمل ميت. الكلام ده لازم يكون كلام واضح. والتقدم بتاع القوات المسلحة في كل المحاور، ولسه البرامج اللي شفتوها في الضيعين دي برامج صغيرة، لسه الأنتينوف ما اشتغلت. الأنتينوف ما اشتغلت بالمناسبة، لسه في برامج اللي بتاكل 150 متر مربع، لسه شظايا 150 متر مربع، لسه دي ما انضربت. ولماذا انضربت الضيعين؟ بتكوركوا انتوا مالكم؟ الجيش ده مما يتأسس عمره 100 سنة، حصل ضرب الضيعين إلا السنة دي، السبب منه؟ السبب انتوا. السبب الإدارة الأهلية اللي اتبعت للدعم السريع، اطردت الشرطة والجيش والأمن. لازم تعرف الكلام ده كويس. انت مشيت عويت الميليشيات. اتفضل يا سلطة الرابع، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالجزيرة، لأن الجزيرة هي أصبحت حاجز كبير جدا لكثير من الناس، والتساؤلات كثيرة جدا عن الجزيرة، وربما تكون كل التعليقات الجزيرة. فأحب أقول للناس، الجزيرة هي جزء لا يتجزأ من السودان، أيضا الخرطوم جزء لا يتجزأ من السودان، وكذلك ولايات دارفور جزء لا يتجزأ من السودان. في كل المحاور القتالية يبقى الهدف واحد له. الصوت عندك قطع. الشعب التام على هذه الميليشيا. اتفضل كده كويس، كده كويس واصل. الو. واصل كده. طيب، الهدف هو القضاء، انه نحن كلنا نقضي على هذه الميليشيا في اي مكان ما متواجد فيه، سواء كان في الجزيرة أو الخرطوم أو ولاية دارفور. فبالتالي نسبة للناس قلق كبير جدا، واتصالات مقطوعة، فالناس دائما بتحاول إنه تكون أو عايزة تطمئن على كثير من المناطق وليست ولاية الجزيرة لحالة. حقيقة في اليومين شهدنا هجوم من بعض الإخوة والأخوات أيضا على المؤسسة العسكرية، وإنه الجيش متكدس. لماذا الجيش متكدس في المناقل ومتواجد في المناقل ولم يتحرك ساكنا، وهو يرى بأم عيني كل الانتهاكات اللي بتنتهك ضد الأهالي والمواطنين في العديد من القرى. أولا، الجيش هو لما تحرك وتمركز في مدينة المناقل. مدينة المناقل هي أصبحت الآن المدينة أو المنطقة الإدارية بالنسبة لحكومة ولاية الجزيرة المؤقتة. فمن الطبيعي جدا، وتعتبر المناقل هي البوابة أو الرابط ما بين ولاية النيل الأبيض وولاية الجزيرة أيضا. هي نعم تتبع لولاية الجزيرة، لكن هي تكون المدينة الأكبر أو هي البوابة لاستقبال هذه الحشود. والجيش لما جت مركز ما قاعد زي ما قلت لكم لقضاء شهر العسل أو إن زين نايمين وبيلعبوا في كوتشينة، لا، الجيش هو جاي وعنده مهام عسكرية يقوم بها. لكن المهام العسكرية دي، في كثير من الناس بتجهل الأشياء دي، إنه الميليشيا دي يا جماعة لما دخلت ولاية الجزيرة وتحديدا لما دخلت مدني، في النهاية هو عدو، نحن العدو ده ما بنستخف به. فعمدت إن عناصر انتشروا في القرى المتواجدة في غرب وشرق وجنوب الجزيرة. المجموعات والعناصر دي لما دخلت هذه الغرة، بنجد إن الغرة دي كانت آمنة تماما، والسكان والأهالي المتواجدين لم يغادروا هذه الغرة أبدا. فعمدت الميليشيا على نصب مدفعية
وراجمات وأسلحة ثقيلة داخل هذه الغرف. وكلنا بنعرف أيضا النهج بتاع هذه الميليشيا إنها بتستخدم المواطن كدروع بشرية. فبالتالي الجيش لما يتقدم في هذه المناطق وكلنا بنعرف أيضا البنية التحتية لهذه الغرة أو الأماكن اللي دخلت الميليشيا، وبالتالي الجيش إنه يتعامل مع هذه الغرة بواسطة الطائرات الحربية، فبتكون نسبة خسائر عالية جدا في الضرر بالنسبة للمواطنين وحتى للبنية التحتية المتواجدة هناك. فبالتالي الناس اللي هم المدركين أو العارفين ولاية الجزيرة بنجد إنه الطيران الحربي المسير كان هو الحضور الأكبر في هذه الغرة. لماذا الطيران الحربي المسير؟ لأن الطيران الحربي المسير الدقة كانت المدفعية أو التجمعات لهذه الميليشيا. فالجيش عمد إنه لابد من تحييد كل المدفعية والأسلحة الثقيلة اللي تم إدخالها في هذه الغرة، بحيث إنه يتم تدميرها ويفسح المجال للقوات البرية وعمليات المشاة إنها تتقدم. فدي طبيعة المعارك العسكرية، إنه أنا لازم أدمر المخدرات العسكرية الكبيرة المتواجدة. والجيش ما زي ما الناس بتقول إنه قاعد، والله زي ما قلت لكم إنه فقط في مدينة المناقب، لا، الجيش هو انتشر وتمدد في غرة كثيرة جدا. وكلكم برضو شاهدتوا الأسبوع الفات عدد الغرة دخل الجيش والمسافة اللي بتبعد هذه الغرة أيضا من مدينة المناقب. فبالتالي الآن الناس اللي بتروج والناس اللي بتخش بتقول والله، وبتلقي اللوم على المؤسسة العسكرية، إنه المؤسسة العسكرية ما هي راضية عن الانتهاكات الآن اللي بتحصل، وما هي يعني مبسوطة من الشيء الآن اللي بيحصل. هو أكيد إنه لكن نسبة للأشياء نحن بنذكرناها الآن، فالجيش هو بيتقدم يا جماعة. الانتهاكات دي ما حصلت في ولاية الجزيرة لحالة، انتهاكات دي حصلت في العديد من الغرى الدخلات الميليشيا دي والمدن الدخلات الميليشيا، حدثت في إغليم دارفور، حدثت في أمدرمان، حدثت في بحري، حدثت في شرق النيل، حدثت في العلفون، حدثت في مضومبان، حدثت في مناطق كثيرة جدا. فبالتالي الجيش معظم المناطق الآن تقدم فيها هي مناطق حصلت فيها انتهاكات، ولا الاختصابات الآن حصلت هي أول اختصابات لهذه الميليشيا، أيضا حصلت عدة اختصابات من هذه الميليشيا. فإذا الجيش أنا في النهاية دار أقوله إنه الآن والليلة واليوم وفي هذه اللحظات، مش عشان هو سمع كلام الناس ولا لا، دي خطط هو العسكرية يدمر كل المخدرات العسكرية الرئيسية الاستراتيجية لهذه الميليشيا. ونجح نجاح كبير جدا، وطيلة الفترة الفاتت الأسبوعين الفاتوا إنه الجيش كان بيستخدم الطائرات المسيرة بكثافة عالية جدا، وضرب الميليشيا دي في شرق وجنوب وغرب الجزيرة. الآن الليلة الجيش السوداني متقدم خاصة من الاتجاه الشرقي، معارك شرسة جدا وضارية. وللناس نعم اتصالات ما متواجدة، عموم ولاية الجزيرة لا سوداني ولا MTN ولا زين، معظم الاتصالات مشلولة تماما. لكن ولاية القطارف فيها بعض الشبكة رجعت، لكن شبكة جزئية. أيضا كذلك ولاية سنار فيها جزئية بسيطة جدا وضئيلة، وحقيقة ما متوفرة زي ما الناس هسه الآن بتروج إنه فعلا سنار دخلت الشبكة. لا، لسه سنار رجعت فيها الشبكة، لكن الشبكة ضعيفة جدا بواسطة الاتصال عن طريق النت فقط. فبالتالي الأخبار كلها مقطوعة تماما، والاتصالات الآن هي عبر أجهزة الستايرلينك اللي هو عن طريق النت أو الأقمار الصناعية. فأطمن الناس القلقانة على ولاية الجزيرة، الجيش السوداني منذ الفجر والساعات الأولى من فجر اليوم يقوم بعمليات برية هجومية كاسحة جدا، وخاصة في الاتجاه الشرقي والاتجاه الغربي لولاية الجزيرة. دي عمليات عسكرية. وأما من الناحية الغربية للناس أيضا اللي بتعرف ولاية الجزيرة، الجيش السوداني الآن وأنا بتكلم معاكم على مسافة من المدينة عرب، أي شوف الغرى بتقع ما بين المدينة عرب وحتى المناقل، عدد الغرى المتواجدة كم هائل جدا من الغرى، بمعنى إنه الجيش اتوقل في هذه الغرى تماما وطهر هذه الغرى، والآن هو يسحب باتجاهات ود مدني. أيضا نفس الشيء بالاتجاهات الشمالية، الآن الجيش بالاتجاهات الشرقية، أيضا الجيش من الساعات الأولى من فجر اليوم يقوم بعمليات كبيرة جدا وعمليات جوية على الدفاعات والتمركزات الضخمة لهذه الميليشيا، وخاصة أيضا الطيران يضرب بكثافة عالية جدا من الساعات الأولى من فجر اليوم مناطق حنطوب والمناطق الشرقية والشمالية من مناطق حنطوب أيضا بواسطة الطيران الحربي، مكبت هذه الميليشيا خسائر كبيرة
جدا في المعدات والارواح. نقدر نقول انه ولايه الجزيره اليوم اصبحت او فجر اليوم فجر يختلف تماما لولايه الجزيره من ناحيه الهجوم على هذه الميليشيا، تقدم للجيش. ومشكلة التقدم هي الكلمة اللي انتم بتسمعوها لكثير من الناشطين او كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، هي عملية بتاعت تقدم حقيقية وعملية بتاعت انتشار فعلية للقوات المسلحة. ونجد ذلك ايضا من الخطاب او الزيارة اللي تمت لولاية القطارف من السيد الفريق البرهان، ايضا كان خطاب واضح جدا. وبرضه ما بنقول انه والله نزل ولاية القطارف وادى الاشارة او التوجيهات للقوات، اوريدي القوات هي عندها التوجيهات وعندها التعليمات، لكن بتسير القوات دي وفقا لخطط معينه جدا عشان تحافظ على ارواح الجنود بتاعنا.